محمد أبو تريكة لاعب كرة قدم مصري، بدأ حياته مع نادي الترسانة وحقق نجوميته ضمن النادي الأهلي. عرف بأسلوب لعبه النظيف وبتضامنه مع غزة وضحايا مجزرة بورسعيد. نال شهرة عربية وإفريقية واسعة بعد فوزه رفقة المنتخب بألقاب قارية. ولد محمد أبو تريكة في 7 نوفمبر تشرين الثاني عام 1978 في قرية ناهية بمحافظة الجيزة. تخرج بقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة القاهرة. عرف أبو تريكة بشغفه بكرة القدم منذ سنين عمره الأولى، حيث شارك في كثير من الدوريات الرمضانية مع أبناء منطقته، ولفت الانتباه إليه كطفل موهوب يتلاعب بإتقان بالكرة المستديرة. بدأت حياته الكروية رسميا وعمره 12 عاما عندما التحق بنادي الترسانة فئة الشباب، وظل يلعب في صفوفه لست سنوات كاملة حتى التحق بالفريق الأول، وبات من أكثر اللاعبين المميزين ضمن الفريق وضمن الدوري المصري، ما لفت إليه أنظار الأندية الكبرى ومنها النادي الأهلي أحد أعرق الفرق الرياضية المصرية. وعند انضمام أبو تريكة للأهلي في موسم 2003-2004 ظهر تألقه داخل الملعب وانسجم مع زملائه وسجل عددا من الأهداف، كان أهمها ضد فريق الزمالك المنافس التاريخي للأهلي. وجاء انتقال إلى الفريق الأحمر غريبا، حيث إن مسؤولي النادي كان يعتزمون عقد صفقة انتقال مع لاعب وسط اسمه مصطفى الشرقاوي، لكن حينما ذهبوا لمتابعتي في إحدى المباريات أصيب اللاعب بتمزق فتم تغييره لتبقى الطريق مفتوحة أمام أبو تريكة الذي لم يفارقه القميص رقم 22 حتى اعتزاله. فاز أبو تريكة مع النادي الأحمر بأول بطولة دوري في موسم 2004-2005، وبدأ سلسلة احتكار الأهلي للبطولة المحلية لسبع سنوات متواصلة. تألق فيها اللاعب الذي أطلق عليه محبوه عدة ألقاب بينها أمير القلوب. انضم إلى المنتخب الوطني لمصر عام 2004، وكرس برفقة نجوميته من خلال تسجيله لأهداف حاسمة مكنت المنتخب من الفوز ببطولة أمم أفريقيا عامي 2006-2008. وبفضل ذلك ذاع صيته في القارة الأفريقية كلاعب متميز يخشاه المدافعون وحراس المرمى. لم يكن سحر أبو تريكة الكروي هو وحده ما يجذب إليه قلوب الأهلاويين، بل إن أسلوب لعبه النظيف وسلوكه المتميز مع الجميع داخل وخارج الملعب مكنه من احتلال مكانة متميزة ليس فقط داخل النادي الأهلي بل داخل مصر كلها. ولم تتوقف سمعة أبو تريكة عند هذا الحد، بل إن نجاحه رفقة الأهلي في البطولات الأفريقية وكأس العالم للقارات عام 2009 لفت إليه أنظار الأفارقة والمختصين في الكرة العالمية. وبسبب العراقيل النظامية التي تقف أمام كل من يريد الاحتراف بأوروبا، لم يستطع صاحب الرقم 22 أن يظهر موهبته للعالم ضمن الدوريات العالمية التي تسلط عليها الأضواء. لكن ما ميزه وكرس سمعته ومكانته في قلوب العرب هو تضامنه على أرض الملعب مع قطاع غزة المحاصر الذي يعاني من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أظهر على قميصه شعارا للتضامن مع غزة بعد تسجيله هدفا في إحدى المباريات، وهو الحدث الذي سلطت عليه وسائل الإعلام الأضواء وأثار إعجاب سكان القطاع المحاصر. وعند وقوع مذبحة بورسعيد في حق مشجعي الأهلي عام 2012 ومقتل أكثر من 70 شخصا، عبر أبو تريكة عن تضامنه الكامل مع الضحايا وأهاليهم، فيما طالبت الأسر والعائلات بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤولين عن المجزرة ومحاسبتهم. وقال أبو تريكة وقتها عبر حسابه بتويتر: 72 شهيدا علمتمونا الوفاء فأصبحتم رمزا للكيان. وأضاف: رحمة الله عليكم وأسكنكم فسيح جناته، أنتم في القلوب والعقول. وبحسب موقع الفيفا على الإنترنت، فإن أبو تريكة سجل خلال مشواره الكروي نحو 106 أهداف خلال مشاركته مع نادي الترسانة والأهلي، وحوالي 38 هدفا مع المنتخب في 100 مباراة دولية، و32 هدفا بقميص النادي الأهلي في البطولات الأفريقية، ولعل أهمها هدفه في مرمى نادي الصفاقسي التونسي في الوقت بدل الضائع في إياب دوري أبطال إفريقيا عام 2006، فقاد بذلك فريقه للتتويج. وخلال خوض المنتخب المصري تصفيات كأس العالم
سجل أبو تريكة 15 هدفاً ليصبح بذلك الهداف التاريخي للمنتخب في التصفيات. سجل 13 هدفاً خلال مباريات الكلاسيكو المصري بين الأهلي والزمالك، وخاض 10 مباريات ضمن منافسات كأس العالم للأندية، كما فاز لخمس مرات بدوري أبطال أفريقيا سنوات 2005، 2006، 2008، 2012، 2013. وتوج مع المنتخب ببطولتي كأس الأمم الأفريقية عام 2006 بالقاهرة، وعام 2008 بغانا عندما سجل الهدف التاريخي ضد الكاميرون. احترف أبو تريكة على سبيل الإعارة ولفترة قصيرة في نادي بني ياس الإماراتي، واعتزل اللعب نهاية 2013. وفي مايو آيار عام 2015 قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين التحفظ على شركة أصحاب توروز للسياحة التي يساهم فيها أبو تريكة بتهمة الانتماء إلى الجماعة، بالإضافة إلى التحفظ على باقي أمواله وممتلكاته. وقد أثار القرار موجة غضب داخل مصر وخارجها، وتقدم أبو تريكة بتظلم ضد قرار اللجنة، لكنها رفضته بدعوى أنه لم يقدم دليلا على عدم تورط شركته السياحية في تمويل أعمال إرهابية، كما تقدم بتظلم ثاني ضم إليه وثائق تثبت أن الشركة السياحية تعاني وضعا ماليا سيئا ما يحول دون قدرتها على تمويل عمليات إرهابية. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أبو تريكة قوله إنه فكر مرارا في إغلاق تلك الشركة بسبب تدهور أوضاعها المالية، لكنه كان يتراجع عن ذلك حفاظا على مصدر عيش من يشتغل بها. أوصى أبو تريكة بداية عام 2016 بأن يدفن معه قميص تعاطفه مع غزة الذي ارتدى خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2008 التي احتضنتها غانا. وفي أواخر يناير كانون الثاني 2017 أدرجت محكمة جنايات القاهرة نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة ضمن قوائم المنظمات والشخصيات الإرهابية، رغم أنه لم يخضع لتحقيقات قضائية حسب ما أفاد محاميه. توج أبو تريكة بلقب أفضل لاعب محترف داخل القارة الأفريقية عامي 2008-2012. وفي ختام هذا التقرير لا تنسوا الاشتراك والإعجاب في هذه القناة. لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.